الصحابي الجليل اللي كان صاحب قدر كبير عند الصحابة، واللي أوصاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه يؤم المسلمين بالصلاة بدلا منه يوم ما تم طعنه. لكن ليه سموه بالألكن؟ وليه اعتقد البعض بأنه غير عربي؟ وإزاي بلغت شجاعته وثقته في نفسه أنه لما قرر يهاجر للمدينة وقطعت عليه قريش الطريق، خيرهم بين أنهم ياخدوا ماله يتركوه أو يرميهم بالسهام؟ تعالوا نتعرف على قصة الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي من الأول. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قبل الهجرة ب35 سنة اتولد الصحابي الجليل صهيب بن سنان في الجزيرة الفراتية المعروفة تاريخيا بإقليم أقور، الممتدة عبر شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق تحديدا. كان أبوه حاكم الأبلة ووالي عليها لصالح كسرى، وفي إحدى غارات الروم على قبيلته تم أسر صهيب من الموصل وهو طفل، فنشأ في بلاد الروم. لكن لما كبر وعرف أهله ونسبه هرب منهم ووصل مكة وحالف ابن جدعان، وبرضه قيل إن قافلة من العرب اشترته وباعوه لابن جدعان. ابن جدعان كان وقتها واحد من سادات قريش، معروف عنه الكرم، فأقام معاه لحد ما مات. كان صهيب بن سنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الدعوة، ولما ظهرت دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أقبل عليه عشان يسمعه. فلقى عمار بن ياسر على باب دار الأرقم والرسول عليه الصلاة والسلام فيها، فقال عمار: ما تريد؟ فقال صهيب: ما تريد أنت؟ فقال له أنه عايز يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه. فدخلوا دار الأرقم سوا وأسلموا سوا، وفضلوا في الدار لحد بالليل، وده كان بعد حوالي 30 رجل سبقوهم بنطق الشهادتين وقبول الإسلام. صهيب زي ما قلنا كان في أحد الروايات من الموالي، والمولى هو العبد اللي تم عتقه، وده بيفضل ولاؤه للجماعة اللي اعتقته، عشان كده كان من زمرة المستضعفين وقتها، واللي شدت عليهم قريش التعذيب كنوع من التخويف للباقي، وخاصة إنهم مش هيقدروا يعملوا ده مع السادة أو أصحاب المنعة. وبالفعل أذاقوهم أنواع العذاب، لدرجة إن صهيب رضي الله عنه كان بيفقد الوعي من شدة التعذيب. ومر الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. وده كان سبب نزول الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لما قرر صهيب رضي الله عنه الهجرة من مكة للمدينة، كان في آخر فوج من المسلمين اللي كانوا لسه في مكة وبين أيادي قريش، وكان عاوز يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن يوم هجرته إن جماعة من قريش انتبهت ليه وقطعوا عليه طريق الخروج من مكة، وهو كان من الرماه المهرة، فخيرهم إما إنه يرميهم بسهامه لحد آخرها وبعدها يكمل بسيفه لحد آخره، أو يدلهم على أمواله ويسبوه في طريقه. وفي إحدى الروايات إن جماعة قريش هم اللي بدأوا بطلب أمواله، فقالوا: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فلو كان الأمر كذلك يكون رضي الله عنه من أهل الآية الكريمة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما عرف باللي عمله صهيب رضي الله عنه، قابله النبي صلى الله عليه وسلم بالترحاب عند وصوله، وقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا يحيى، ربح البيع.
صهيب رضي الله عنه نظرا لأن نشأته كانت بين الروم، فلكنة لسانه كانت متأثرة بهم، وعشان كده سموه الألكن. كان رضي الله عنه كما وصفوه خفيف الروح، يحب المزاح. ففي أحد المواقف عينه أصابها رمد، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم تمر فأكل منه، وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم ومزحه: أتأكل الرطب وفي عينك رمد؟ فقال صهيب رضي الله عنه: وأي بأس إني آكله بعيني الأخرى. بتشهد سيرة الصحابي الجليل ليه بأنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان رضي الله عنه كان بيتصف بالكرم، وكان ينفق ماله في سبيل الله ويطعم الطعام بسخاء، وده لفت إليه نظر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمرة دخل على صهيب بستانه، فلما شافه صهيب نادى: يا ناس يا ناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ فقال له زيد بن أسلم: إنما يدعو غلاما يدعى يحنس. فقال عمر: ما فيك شيء أعيبه يا صهيب إلا ثلاث خصال، لولاهن ما قدمت عليك أحدا، هل أنت مخبري عنهن؟ قال صهيب: ما أنت بسائلي عن شيء إلا صدقتك عنه. قال عمر: أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي، وتتكنى بأبي يحيى اسم نبي، وتبذر مالك. فقال صهيب: أما تبذير مالي فما أنفقه إلا في حقه، وأما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنني بأبي يحيى، أفأتركها لك؟ وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم، وأنا رجل من النمر بن قاصط، لو انفلقت عني روثة لن تسبت إليها. وكان صهيب بيقول: هلم نحدثكم عن مغازينا، فأما أن أقول قال رسول الله فلا. يعني كان يحدث الناس عن المعنى والمغزى، ولكنه لا ينقل نص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا مفهوم جدا بعد ما عرفنا أن لغته كانت متأثرة بنشأته مع الروم. وظل صهيب رضي الله عنه صاحب قدر عند الصحابة، لدرجة أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن أوصى أن صهيب رضي الله عنه هو اللي يأم المسلمين في الصلاة لحد ما يتم اختيار الخليفة الجديد، واللي كان سيدنا عثمان رضي الله عنه. ولما ظهرت الفتنة أيام عثمان واشتعلت، اختار صهيب أن يعتزل الفتن حتى مات رضي الله عنه في المدينة سنة 38 هجريا، ودفن في البقيع. رحم الله الصحابي الجليل صهيب بن سنان رضي الله عنه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ياريت تقول لنا رأيك، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وادخل اتفرج على الحلقات اللي فاتت، واستنى الحلقات اللي جاية، وخمن معانا مين بطل حلقتنا اللي جاية من الصحابة.